Good afternoon, Your Excellencies and ladies and gentlemen. Thank you very much to everyone, those in the room and those online. Thank you very much for joining. مساءكم طاب مساءكم جميعا سيدات والسادة. شكرا لهؤلاء الذين انضموا إلينا بشكل حضوري وعبر إنترنت لي أيضا الانضمام إلينا في منتدى حوكمة الإنترنت. لدينا عدد من المتحدثين المرموقين هنا في القاعة وعبر الإنترنت. أنا جان بولادان وأنا مدير شعبة تغير المناخ سينضم إلينا عبر الإنترنت السيد دونغ يو جو كو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة وأيضا الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وأيضا مبعوث الأمم المتحدة المعني بالتكنولوجيا النائب المدير العام لمعهد البحث الذي ينضم إلينا عبر الإنترنت السيد واي تشون المدير التنفيذي بالإنابة لوحدة مكافحة الإرهاب السيد توفيق جلاسي مساعد المدير العام للمعلومات والاتصال في اليونسكو السيدة بيجي هيكس مديرة الإشراك الموضعي في الـ UNHCHR السيد ستيفن في القاعة وهو نائب المدير العام الذي ينضم إلينا عبر الإنترنت وسيد روبرت أوب من البرنامج الأمم المتحدة الإنمائية الذي ينضم إلينا عبر الإنترنت و في القاعة السيدة إيلين مورينيين المستشارة السامية من UN Women الذين ينضمون إلينا عبر الإنترنت. إذن لدينا قائمة من المتحدثين المرموقين وسأطلب من الجميع أن يتحلوا بالاقتضاب ليقدموا مثالا طيبا وسأبدأ من خلال توجيه الكلمة لسيد جون وون لي و بعد ذلك سنستمع إلى المتحدثين الآخرين ولك 4 دقائق لأخذ الكلمة وتشير المترجمة الفورية لعدم توفر أي من نصوص المتحدثين. شكرا أود أن أنضم إلى زملائي كي أرحب بالجميع من كافة وحدات الأمم المتحدة للانضمام إلينا في هذا الحوار المفتوح ومن المهم بمكان أن يكون لدينا حوار مفتوح نحن نعمل جميعا في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة حول موضوع هام التحول الرقمي وقد نتساءل لماذا يجب أن يكون لدينا حوار مفتوح فيما بيننا بالنسبة لي أو بالنسبة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. نحن نعرف أننا نواجه العديد من التحديات من تغير المناخ إلى الصحة العامة والنزاعات والنزاعات الإقليمية أو النزاعات العالمية وأيضا الصعوبات الاقتصادية وننخرط مع كافة هذه الجبهات من خلال استخدام خبراتنا والتكنولوجيا الرقمية حتى نواجه أثر كل هذه الأزمات.
وكمنظمة عالمية يجب أن نتشاطر الممارسات الفضلى التي اعتمدناها وأيضا العمل على الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبالنظر إلى أننا كلنا موجودون هنا، يجب أن نعظم وجودنا داخل مداولات منتدى حوكمة الإنترنت. ومنتدى حوكمة الإنترنت هو منصة فريدة من نوعها بالنسبة لنا، حتى نعمل على إشراك كافة أصحاب المصلحة. ولكن قبل ذلك، نحن كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكهيئات تابعة للأمم المتحدة يجب أن نعمل على إشراك أنفسنا. ولدينا 2.7 مليار شخص غير متصلين بالإنترنت على المستوى العالمي، والأهم من ذلك عملية الاتصال عبر الإنترنت هو غير كافي في حد ذاته، ويجب أن نعمل على تمكين المجموعات الهشة حتى تتمكن من استخدام التكنولوجيا. لأجل ذلك يجب أن نعمل على تأزر الجهود المبذولة من كافة الأطراف. لذلك نحن نعول أهمية كبيرة على هذا الحوار الأممي، وأتطلع للاستماع إلى آراء الزملاء المختلفين. وشكرا جزيلا أيها الأمين العام المساعد، ولقد أعطيت مثالا رائعا من خلال احترام الوقت المخصص. سأعطي الكلمة أولا للسيد أمنديب سينغاب، ونود أن نستمع إلى كل المتحدثين من خلال إعطاء الخطوط العريقة لإحداث تقدم على مستوى التحول الرقمي من خلال التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الدول المختلفة، وعلى وجه الخصوص في سياق تطوير تلك التأزرات. شكرا. هناك عدد من الزملاء الذين سيأخذون الكلمة بعدي للتركيز على عدد من الأنشطة من وجهة نظرهم، وأود أن أعطيكم لمحة عامة. أعتقد أن الأمم المتحدة نشطة على مستويين بالنسبة للتحول الرقمي من وجهة نظر الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة. هناك مستوى أن يتوفر لدينا وضوح تام حول النهج الملائم لاغتنام الفرصة. إذن هناك الكثير من الجهود التي بذلت على مدار الخمسة أعوام المنصرمة بالنسبة للفريق الجزء الرفيع المستوى المعني بالتكنولوجيا لمساعدة الدول للتفكير في التحول التكنولوجي بشكل شامل حتى نضمن الشمولية. وعندما يتعلق الأمر بأهداف التنمية المستدامة وألا نترك أحدا خلف الركب، فإن نفس الأمر ينطبق على التحول الرقمي. و المستوى الآخر هو عندما يأتي الزملاء في الأطراف المختلفة داخل منظومة الأمم المتحدة باللجوء إلى عملية الاتصال لأجل بناء القدرات، وبناء القدرات السبرانية لأجل دعم عملية الاتصال داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. على سبيل المثال، لدينا مجالات محددة من المساهمات لصالح الدول الأعضاء، وذلك استنادا على الاحتياجات في سبيل المثال أثناء فترة جائحة الكوفيد، وأيضا بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية والاستراتيجية والتوعية وكيفية إحداث التغير بالنسبة لعملية التغطية الصحية العالمية، وذلك من خلال التكنولوجيا. شكرا جزيلا. نرى بشكل واضح كيف أن المخاطر والفرص مرتبطة ببعضها البعض. الآن سننتقل للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة عبر الإنترنت، ونود أن نستمع إلى وجهة نظر منظمتكم لقيادة التحول الرقمي. شكرا جزيلا أيها المياسر، وطاب صباحكم من روما.
لقد تأثرنا بالصدمات الناجمة عن جائحة الكوفيد وتحديات أخرى وأيضا النزاعات الجارية حول العالم وأيضا أثرها على الكوكب، وتم تسليط الضوء عليها في عملية النظم الغذائية التي تأثرت. اليوم لدينا أكثر من مليار شخص حول العالم يواجهون مخاطر المجاعة، ولدينا أكثر من مليار شخص في أوضاع هشة. لذلك نحتاج إلى إعادة النظر في أولوياتنا وأن نؤكد على مجتمعات لديها القدرة على الصمود، وتفسرنا عدة أعوام من تحقيق خطة 2030، ولدينا بعض السيناريوهات لكي نحقق تلك الأهداف. بالنسبة للذكاء الصناعي يجب أن ربطه بالعلوم والابتكار لضمان الاتصال والبيانات حتى نحصل على ما نصبو إليه، والتكنولوجيا الرقمية لديها إمكانيات كبيرة وهي تساعد المزارعين على البحث عن المعلومات والأسعار وتساعدهم في تحديد أسعار السلع بالنسبة للمستهلكين والمنتجين، وأيضا تساعدهم على نقل السلع بشكل سريع. ومنظمة الأغذية والزراعة قد ساهمت بالفعل في خارطة الطريق، ومنذ أن وصلت إلى منظمة الأغذية والزراعة في 2019 قمنا بوضع خطوط عريضة للسيناريوهات المختلفة، ولدينا مبادرة أطلقناها، ولدينا أنظمة لضمان التحول الرقمي لأنظمة الأغذية والزراعة. ونقدم معلومات قابلة للتنفيذ للمزارعين وأصحاب المصلحة حتى نعظم الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة. تقديم الحلول الذكية لمواجهة تغير المناخ ومساعدة الدول الجزرية الصغيرة وأيضا الدول النامية في آسيا، وكل ذلك مفتوح للدول الأعضاء. الزملاء الأعزاء، فقط كي أعلمك أيها المدير التنفيذي إن الوقت يداهمنا، فرجاء أن تختتم في 20 ثانية، هذا الأمر أكثر من كافي. الاقتصاد الرقمي والحوكمة الرقمية والمجتمع الرقمي هي إذن العناصر الأساسية، وستعمل منظمة الأغذية والزراعة على المساهمة لأجل تغذية أفضل وبيئة أفضل ومستقبل أفضل. وشكرا جزيلا للمدير العام، وشكرا على هذا الربط بين كل العناصر لمجابهة تغير المناخ، على وجه الخصوص هنا في أفريقيا. الزراعة تأتي في المقام الأول. شكرا جزيلا. والآن نستمع إلى دكتور سيسيلا والتي تنضم إلينا عبر شبكة الإنترنت. دكتور سيسيلا تفضلي لك الكلمة. شكرا جزيلا أصحاب السعادة، أصحاب المعالي، السيدات والسادة، الزملاء أعزاء. إن معهد الأمم المتحدة لنزع السلاح معني بقضايا الأمن فضلاً عن المفاوضات في هذه الموضوعات. نؤكد على أن أمن الاتصالات والمعلومات يعتبر من أهم الأمور التي نطلع بها، ولدينا مجموعة من الأنشطة الخاصة بمساعدة الأمم المتحدة والقوات ذات الصلة بأن تعمل على إحلال السلام
استعانة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. لدينا ثلاثة مجالات. أولاً، نحن نعمل على تفعيل إطار سلوكي الدولة المسؤولة في الفضاء السيبراني، كما نؤكد من ناحية أخرى على أننا فريق عمل مفتوح العضوية بشأن أمن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. يوجد الدول الأعضاء الذين انضموا إلى فريق العمل، والذي بدأ في عام 2021 حتى 2025. هذه الأنشطة من شأنها أن تؤدي إلى دعم الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء. إضافة إلى ذلك، قمنا بدراسات محددة بشأن بعض الموضوعات مثل خصائص القانون الدولي، وكذلك أعمال وأنشطة الميليشيات. نحن نعمل على وضع آلية لإدارة الفضاء السيبراني، ونعمل من خلال التدريب مع كافة أنحاء المنظمات في مواطن أخرى لوضع برنامج للتعاون بشأن إيجاد آلات مختلفة للسياسات وتطبيقها على الصعيد الدولي والقطري من أجل الإدارة الرشيدة لأي حوادث في الفضاء السيبراني. أخيراً وليس آخراً، نحن نعمل على بناء جسور الثقة، ونعمل على إيجاد أنشطة بها العديد من أصحاب المصلحة، ونبدأ في نقاشات بشأن الأمن السيبراني والبنية الأساسية، ونواصل التوسع في إيجاد أدوات سياسية من شأنها أن تؤدي إلى دعم القوانين واللوائح الخاصة بتحقيق الأمن السيبراني، وكذلك تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة. هذه هي بعض الإسهامات التي نقدمها في معهدنا من أجل إيجاد عالم آمن، سواء في العالم الفعلي أو الافتراضي عبر شبكة الإنترنت. شكرا للدكتور سيسيل، وشكرا للتأكيد على العلاقة بين الأمن السيبراني والتعامل مع التهديدات الخاصة بمبدأ التحول الرقمي. وبالتالي يسعدني ويشرفني أن أنتقل إلى السيد ويتشين تشين، النائب التنفيذي لإدارة مكافحة الإرهاب، وأؤكد كيف يمكن لمنظمتكم أن تعمل من أجل تحقيق التحول الرقمي. شكرا جزيلا. أود أولا أن أركز على عدة مجالات. إن حقوق الإنسان والتنمية وكذلك الأمن تعتبر من المحاور الثلاثة الرئيسية، وعلينا أن ننظر من منظورها. كل هذه الجوانب تدعم بعضها البعض. الجانب الثاني، كما ذكرت سيسيل، نتحدث عن مجلس الأمن وولايته. أولاً، نقوم بعملية تقييم للدول الأعضاء. ثانياً، نعمل على تسهيل تقديم المعونة الفنية. ثالثاً، نحدد التحديات والاتجاهات الجديدة في العالم، بالإضافة إلى العمليات المختلفة المتعلقة بالأمن الخاص بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. هناك العديد من الآلات، ولكن يوجد العديد من الثغرات في نفس الوقت. وعليه قمنا بتوصية الدول الأعضاء بعدد من الخطوات والعمليات، ونقدم المعونة الفنية من جانبنا للدول الأعضاء. إن إعلان دالي قد أكد على العمل في هذا المجال، وهو الإعلان الذي تم في الهند، وخاصة بالنسبة للمبادئ غير الملزمة التي تتعامل مع التهديدات، بما في ذلك تحقيق الأمن في الفضاء السيبراني. إن الأمم المتحدة ستعمل على مواصلة الأنشطة والاشتراك مع كافة الدول الأعضاء في هذه المحاور الثلاثة، وهي المحاور والتهديدات التي تواجهنا جميعا كحكومات وكأمم متحدة وكأصحاب المصلحة. إن التحالف الأممي من أجل مواجهة الإرهاب يعتبر من بين الأدوات والآليات المهمة للتعامل مع مسألة أمن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. شكرا جزيلا السيد شين، والشكر موصول لك لتحديد أن مواجهة الإرهاب لا تتعلق فقط بتقييم هذه المخاطر، ولكن أيضا التعرف عليها والعمل في مجال التحول الرقمي. الآن يسعدني أن أنتقل إلى الدكتور توفيق جولاسي،
نائب المدير العام في منظمة اليونسكو، ويسعدنا أن نستمع منك دكتور توفيق عن العمل الذي تطلع به منظمة اليونسكو في مجال التحول الرقمي. شكرا جزيلا. كما تعلمون فإن منظمة اليونسكو هي منظمة ووكالة أممية متخصصة لها ولايتها الخاصة، ألا وهو بناء السلام في أذهان وعقول النساء والرجال، ويتم ذلك عن طريق تحديد تحول حقيقي بالتعاون مع المجتمع المدني، أصحاب المصلحة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمؤسسات البحثية والوسائط الأكاديمية والعديد من الشركاء الآخرين. نحن نعمل على وضع تقنيات متطورة، ونعمل كذلك على دعم إطار روم إكس، وهي أربعة أحرف خاصة بحقوق الإنسان وإشراك جميع أصحاب المصلحة في كافة القضايا المتقاطعة. الآن 44 من الدول قد استخدمت هذا الإطار، وعالمية اليونسكو ومؤشراتها من أجل تقديم تقييم رقمي. والإسهامات التي نقدمها من اليونسكو كانت خاصة بالتوصيات التي قدمتها منظمة اليونسكو في العام الماضي بشأن الذكاء الاصطناعي، وهو أول آلية في مجال الذكاء الاصطناعي. وهناك كذلك إطار القدرات للعاملين في القطاع العام وموظفي الدولة. نعمل في مجال تدريب لبناء القدرات، وهناك أكثر من 204 من القضاة وجهات الإبداع العام تم تدريبهم في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير. في شهر فبراير القادم فإن المؤتمر العالمي تحت عنوان الإنترنت من أجل الثقة وتنظيم وسائل الإعلام لضمان أن الإعلام والمعلومات من السلع العامة وليست من الأخطار العامة، وهذا أمر مهم. كيفية تنظيم المنصات الرقمية سيتم عن طريق أن نكفل حرية التعبير عبر شبكة الإنترنت، وهذه مهمة عسيرة، ولكن هذا هو ما نواجهه. نود منكم جميعا أن تنضموا إلينا في باريس في شباط فبراير القادم من أجل حضور هذا المؤتمر العالمي. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور توفيق، لقد أكدت على أن التقنيات الناشئة تعتبر من الفرص السانحة، ولا سيما في البلدان النامية، ويجب أن تتم إدارتها بعيدا عن المخاطر. الآن أنتقل إلى سيدة هيكس، والتي ستقدم لنا وجهات نظرها بشأن التحول الرقمي من منظور مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. شكرا جزيلا، يسعدني التواجد معكم. إن نقطة البداية لعمل مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هو أن نركز على إطار حقوق الإنسان كأداة رئيسية وليس مطرقة من شأنها أن تساعد البلدان والشركات والمجتمع المدني في جهودنا من أجل أن نسبر أغوار العالم الرقمي وكيفية حماية حقوق الإنسان في كافة أعمالنا وأنشطتنا. نحن نقوم بذلك بالعمل مع جميع القطاعات، مع الحكومات، مع قطاع الأعمال، ومع المجتمع المدني. ومع الحكومات نحن نتطلع إلى تقديم المساعدة التقنية والدعم، الأمر الذي سيسمح لها بأن تواجه التحديات الخطيرة في تنظيم الذكاء الاصطناعي أو وحماية الخصوصية في نفس الوقت، ومواجهة تأثير التنظيمات عبر الإنترنت على حرية التعبير. وقد ذكر زميلي الدكتور توفيق هذه الأمور، ونود أن يكون هناك مبادئ توجيهية يتم وضعها من مختلف النماذج والأمثلة، وأن ننظر إلى المقاربات ذات الوجهات المختلفة. نؤكد على ضرورة حماية حقوق الإنسان وكيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية، وخاصة بالنسبة للمجالات الحساسة مثل إنفاذ القانون أو في تقديم الخدمات العامة مثل الحماية الاجتماعية والصحة. نحن ننظر إلى الموصولية ذات المغزى، وبالطبع ننظر إلى الحيلولة دون إغلاق شبكة الإنترنت. هناك الالتزامات بمقتضى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، ونؤكد على أن هناك المنصات الإلكترونية، وننظر إلى الشركات المتخصصة كيف يمكن أن تعمل من أجل أن نخفف من أخطار الإضرار بحقوق الإنسان قبل أن تحدث. ولدينا كذلك المقاربات الخاصة بقارة أفريقيا
الافريقيه والتي ستطبق هذا العام. من ناحيه اخرى فان المجتمع المدني يطلع بدور هائل، الا وهو ان نحمي الحيز السيبراني ونقدم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ونتاكد من ان الجميع سيبذل قصارى جهده من اجل ان تكون البيئه الرقميه امنه دون اي تهديد للترويع، استنادا الى المشاركه عبر شبكه الانترنت. شكرا جزيلا. استمعنا بوضوح شديد كيف يمكن أن نتعامل مع التحول الرقمي وفي نفس الوقت نحمي حقوق الإنسان وحماية حقوق الجميع. ننتقل إلى السيد ستيفن بيرو، وهو نائب مدير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالاتحاد الدولي للاتصالات. السيد ستيفن، هل لنا أن نستمع منك عن دور الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل دعم التحول الرقمي؟ شكرا جزيلا وطاب يومكم جميعا. كوكالة متخصصة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ويوجد أكثر من 150 من الخبرة، فإن الاتحاد الدولي للاتصال له باع وخبرة عريضة على مدى أكثر من 15 عقدا، بحيث نتأكد تماما من الاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذلك التحول الرقمي هو بيئة بل محفزة لكافة الدول الأعضاء. لقد انتهينا من مؤتمرنا في عام 2020 وأكدنا على ضرورة وجود تحول رقمي مستدام والعمل على تحقيق ولايتنا وهي دعامة رئيسية خلال الأعوام القادمة. لقد أدركنا أن الجميع لديه الطريق المسرع من أجل رأب الفجوة الرقمية، وهذا هو الأساس لتحقيق التحول الرقمي للجميع في كل مكان وزمان. وكما استمعنا خلال الفترات السابقة وتفشي الجائحة، هو أن شبكة الإنترنت تعتبر من المسارات الجديدة. كل قطاع وكل صناعة وكل خدمة قد تأثرت بصورة كبيرة، بل أن الافتقار للوصول إلى هذه الخدمات وعدم القدرة على استخدامها تعتبر العديد من المجموعات المهمشة الجديدة. وبالتالي نؤكد على أن 2.7 مليار نسمة حتى الآن غير مرتبطين بشبكة الإنترنت. علينا أن نتعامل مع هذه المخاطر، ونؤكد على ضرورة التعاون والتآزر. لقد بدينا في عام 2021 التعامل مع كافة الأطراف، وهذه المنصة تؤكد على أن العديد من التعهدات من القطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة قد تم الإدلاء بها خلال المؤتمر الأخير، وبعض الشراكات قد عملنا على تأسيسها لأنها تعتبر أمراً أساسياً. لدينا شراكة مع اليونيسف من أجل أن نربط كل المدارس على وجه البسيطة بشبكة الإنترنت. نعمل كذلك مع مجتمع الصحافة والإعلان والتعاون الرقمي في إطار منظومة الأمم المتحدة والجهود الدولية من أجل أن نحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال تحقيق أنشطتنا. شكرا جزيلا. نقدر كثيرا أنك قد أشرت إلى الفجوة الرقمية، وأعتقد أن هذا الأمر مهم بالنسبة لنا هنا في قارة أفريقيا. والآن ننتقل إلى السيد روبرت أب في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي ينضم إلينا عبر شبكة الإنترنت. السيد أب، هل لك أن تعبر لنا عن تعامل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتحول الرقمي؟ شكرا جزيلا لدعوتي للحضور معكم في هذه المنصة الهامة. إن جائحة كوفيد-19 كان من الجائحات التي أشارت إلى اتساع هوة الفجوة الرقمية، وما من شك في أن التكنولوجيا الخاصة بالاتصالات والمعلومات تعتبر أمرا لازما من أجل مستقبلنا. لقد فهمنا كذلك بعض المخاطر التي أشار إليها المتحدثين السابقين مثل حقوق الإنسان وغيرها. كل ذلك سمح لنا بأن نتعامل بتفاؤل، وبالطبع إذا ما قمنا بترجمة ذلك إلى إيجاد مجموعة شاملة من وكيفية بناء
التحول الرقمي في كافة أنشطتنا وأن نفهم كيفية تصميم ذلك ونعمل على تقديم المئات من الحلول التكنولوجية في العديد من البلدان ونقوم بهذه الأنشطة. أما عندما نتحدث بصورة شمولية بشأن التحول الرقمي فنحن نعمل مع البلدان لمعرفة مجتمع التحول الرقمي وخصائصه. مثلا قد يكون لدينا تقييم للعمل الرقمي أو استراتيجية رقمية أو أن يكون هناك اتفاق على الصعيد الوطني كما هو الأمر في موريتانيا ومولدوفا ولبنان وغيرها. ونؤكد من ناحية أخرى إلى أننا بدأنا في هذا النقاش حول كيفية بناء مجتمع بين كافة البلدان تتشاطر المعلومات والخبرات والمناهج الرقمية والهيكلية ذات الصلة. وبالنظر إلى كيفية بناء هذه الشبكات من البنية الأساسية الرقمية من أجل تقديم سلعة عامة لصالح الجميع، وسنستطيع أن نعمل سويا كمجتمعين، وبالتالي نعمل مع منظمات مثل التحالف الرقمي والاتحاد الدولي للاتصالات وغيرها من المنظمات الأخرى. نحن نعمل على تقديم أنشطتنا في أكثر من 15 دولة حتى الآن، وهذه لمحة بسيطة عما نقدمه. شكرا جزيلا للسيد أوب. لقد أكدت على دور التحالفات الوطنية الرقمية وكذلك تشاطر الهيكلية الخاصة بهذا التحول الرقمي. الآن أنتقل إلى السيدة دينا من الصندوق المعاش التقاعدي للأمم المتحدة، وسؤالي هو كيف يمكن أن تحققوا التحول الرقمي في مجال عملكم؟ شكرا جزيلا. أرى أن خبرة صندوق المعاش التقاعدي للأمم المتحدة يعتبر مثالاً حول كيفية قيام الأمم المتحدة بتنفيذ ما تدعو إليه. إن استراتيجية السيد الأمين العام بشأن التقنيات الجديدة تأتي في إطار ما نقوم به، وخاصة صندوق المعاش التقاعدي. في عام 2021 قمنا بإطلاق هذه المبادرات وتقديم حلول رقمية لأكثر من 80,000 من المنتفعين والمشاركين في صندوق المعاش التقاعدي للأمم المتحدة في عدد كبير من بلدان العالم. إن هذه المبادرة تحل مشكلة كبيرة، لأنها للمرة الأولى قمنا برقمنة العملية الموجودة في صندوق التقاعد، وبالتالي هذه العمليات لم تكن مرقمنة قبل ذلك. لأكثر من 70 عاماً فإن المتقاعدين والمنتفعين من هذا الصندوق كان يتعين عليهم أن يؤكدوا على أنهم لا يزالوا على قيد الحياة من أجل تلقي معاشهم، ولكن هذه العملية كان يتم مساعدتها من خلال الأشخاص، بحيث أنه يكون هناك بريد إلكتروني يتم إرساله للملايين من المستفيدين ويتم توقيعه، وبعد ذلك نتلقى هذه التوقيعات والنماذج مرة أخرى. ولكن بالطبع بعد رقمنة هذه العملية استطعنا أن نتخطى التأخيرات الكبيرة الناجمة عن عدم تلقي النماذج الموقعة من أصحاب المصلحة. وكانت هذه هي المشكلة التي استطعنا أخيراً أن نتعامل معها باستخدام التقنيات الجديدة التي أشار إليها السيد الأمين العام بالنسبة لهذه الاستراتيجية. قمنا باستخدام التحقق البيومتري وكذلك التحقق من الوجه. كل هذه التقنيات قد ساعدتنا على أن نتحقق من وجود هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة، وكذلك التحقق من هويتهم، الأمر الذي صب في مصلحة الجميع. شكرا. شكرا جزيلا للسيد أوب على هذا المثال الممتاز. وأعتقد أن هناك العديد من التطبيقات في العديد من البلدان التي تعمل على التحول الرقمي. والمتحدث الأخير سليم مونيليه والذي ينضم إلينا من منظمة UN Women، نود أن نستمع منكم حول كيفية التعامل في إطار UN Women مع مسألة التحول الرقمي. شكرا جزيلا. أود أن أتطرق إلى أمرين في مبادرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة. أولا
تعتذر المترجمة، فإن الصوت رديء للغاية، وإن المبادرة هي مبادرة المعنية بالمساواة بين الجنسين، وإن هذه المبادرة قد جمعت حكومات مجتمعات من المجتمع الأهلي ومنظمات الأمم المتحدة لمضافرة الجهود للنهوض بوضع المرأة، لا سيما تلك النساء اللواتي تخلفن عن الركب بسبب الهوى التكنولوجية. Responsive technology and to fight tech-facilitated gender-based violence. And much of this work is now influencing the preparation. إن الكثير من هذا العمل سوف يطبق وسوف يتجلى في اجتماع لجنة المتعلقة بوضع المرأة. فإنها خطوة في غاية الأهمية. تؤثر على أنشطتنا في هذا المجال. نحن نعمل اليوم مع الدول الأعضاء وشركاء في المجتمع المدني لإرسال رسائل قوية، لا سيما فيما يتعلق بضرورة سبر أساليب جديدة فيما يتعلق ب نهاج متعادل بين الجنسين، فيما يتعلق بالرقمنة، فيما يتعلق بمبادئ المتعلقة بالتغيير في الأنظمة. وتم جمع 145 خبيرا قد أعدوا مذكرات ومقالات سوف توضع على الخط في الأسبوع المقبل. سوف نقوم بتحليل الصور المقولبة. المحاور يقاطع. لديك 30 ثانية. أحسن، أن انتهيت. نتناول أيضا الخدمات المالية الرقمية وإشكاليات أخرى. شكرا. شكرا لك. سوف ندخل في الجولة الثانية، وفي هذه الجولة الثانية سوف نستمع إلى المحاورين لمعرفة كيف لمنظومة الأمم المتحدة أن تضافر جهودها دعما لرؤية الأمين العام في إطار الميثاق العالمي. Because then we can put that together as one of the outcomes as part of the UN delivering on this. وإن والسيد أمانديب سينجيل سوف نستمع إليك في هذا الصدد. أعتقد أننا سوف ننظم في عام 2023 النتائج الأهداف التنمية المستدامة، وفي العام 2024 قمة التكنولوجيا حيث يعتمد الميثاق العالمي، وذلك في إطار قمة المستقبل. ونحن سوف نستفيد من هاتين المناسبتين لتحديد الفرص ولإدارة المخاطر، وسوف نجتمع حتى نقدم مجموعة من المبادرات المفيدة والمؤثرة على الدول الأعضاء. فنحن بحاجة إلى رؤية كاملة لهاتين المبادرتين تشمل قدرات منظومة الأمم المتحدة وتتيحها للدول الأعضاء، كما أنه ينبغي أن ننتقل إلى المرحلة التالية من نشر البيانات لمعالجة بعض الأهداف التنمية المستدامة في مجال الزراعة والتعليم والصحة، بغية التوفيق بينها وبين هاتين الرؤيتين للأمين العام. وأخيراً، فإن الميثاق الرقمي العالمي مناسبة لإعادة التأمل في المعايير والمبادئ المشتركة، والتي قد تترجم في ممارسة الحكومات أطراف الشأن الآخرين، حتى تكون عملية الانتقال عملية مفيدة للجميع تراعي حقوق الإنسان. شكراً. شكرا جزيلا لوكيل الأمين العام. أعطي الكلمة الآن لسيد جون يوكيو من منظمة الأغذية والزراعة لمعرفة آرائه بالنسبة إلى ضرورة إلى ما هو
ضروري توفيره للوفاء بوعود الميثاق الرقمي العالمي. السيد المدير العام للفاو، يبدو وكأن الاتصال قد سقط. أتوجه إلى السيدة سيسيل أبتل من معهد بحوث نزع السلاح، تفضلي. لدينا مجموعة من الأولويات، ومنها ضمان السلامة وأمن المجال السيبراني. من المفيد معرفة أن منظومة الأمم المتحدة تستطيع أن تضافر جهودها لتحقيق الميثاق الرقمي العالمي. وعلى سبيل المثال أود أن أعود إلى المبادرة الأخيرة في مجال الاستقرار السيبراني والأمن السيبراني. نحن قمنا بتنظيم بعض برامج لبناء القدرات، جمعت كل مرة 50 مشاركين في أغلب الأحوال من الدول النامية لدراسة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. ومع ونحن ننشط في القطب السيبراني، وهي هيئة مشتركة بين الوكالات قد أعدت اختراط في مجال التكنولوجيا الرقمية. نعالج فيها مجموعة الإشكاليات التكنولوجية. إن دور الأمم المتحدة في سياق الميثاق الرقمي العالمي حيوي لصون الأمن والسلام الدوليين في المجال السيبراني، فإن ذلك يستدعي نهجا متعدد الاتجاهات ومتعدد المشاركين. ومعا يمكننا أن نشرك جماهير مختلفة وأن نستفيد من كفاءات كل الكيانات الأممية بغية مساعدة الدول الأعضاء على الاستفادة القصوى من عملية التحول المأمونة إلى التكنولوجيا الرقمية. شكرا جزيلا للسيدة سيسيل أبتل. فمن المفيد أن نتعرف على تضافر هذه المسارات المختلفة. السيد تشين، نود أن نعرف أسلوب تصدي منظمتك أو مواجهة منظمتك للميثاق الرقمي العالمي. شكرا. بالنسبة إلى الجوانب الأمنية، فإن مديرية مكافحة الإرهاب تمكنت من الاستثمار في مجال في هذا المجال. أود أن أشدد على أهمية تعزيز تبادل المعلومات مع الأفرقة القطرية المناسق المقيم والمقار. ينبغي كذلك أن نبذل قصارى جهودنا لتجنب الازدواجية والمنافسة بين كيانات الأسرة الأممية الواحدة، لأنه ينبغي أن نستفيد من جهودنا المشتركة بل المتباينة بغية تحقيق غايات الأمين العام في الميثاق الرقمي العالمي. وفي هذا السياق أعتقد أن ميزة منظومة الأمم المتحدة تكمن في احترام كل كيان من كيانات أسرة الأمم المتحدة التي وبوظائفها المختلفة التي سوف تساعده على بلوغ هذه الغاية. شكراً. يقول المحاور إن الخطوة الأولى هي في التأكد من أن المعلومات سوف تتدفق بحرية بين بعضنا البعض قبل أن نكفل تدفقها على النحو المناسب خارج حدود المنظومة. السيد جيلاسي، ما هي المداخلات الأساسية للميثاق الرقمي العالمي؟ أشرت سابقا أن مؤشرات عالمية الإنترنت ونهج روم من شأنها أن تساهم كمدخلات في الميثاق الرقمي العالمي، ونحن نعمل مع عدد من المنظمات المتحدة كوكالة
الاتحاد الدولي للاتصالات ولجنة النطاق العريض للأمم المتحدة للتنمية المستدامة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ونحن نطلق في حول العقد الدولي للغات الأصلية، وإن ذلك يشمل العوام أو العقد المقبل. السؤال: كيف لنا أن نساهم في وضع مدونة سلوك لوحدة المعلومات؟ وكيف لنا أن نكفل شبكة إنترنت مفتوحة مأمونة سليمة ومتوفرة للجميع؟ أود أن أشدد على ضرورة التنسيق داخل أسرة الأمم المتحدة. ينبغي أن نتجنب المنافسة، نحن لسنا بمتنافسين بل بمكملين لبعضنا البعض. إنك قد وضحت في مداخلتك بأنه ينبغي أن نستفيد من مفعول التضاعف. كيف لنا السيدة هيكس أن نراعي هذا أو أن نراعي حقوق الإنسان في الميثاق الرقمي العالمي؟ السيدة هيكس، سوف أوسع إطار السؤال: كيف لنا أن نكفل الحقوق الرقمية العالمية وكيف يمكننا أن نضعها في هذا الميثاق؟ علينا أن نستخلص دروس الجائحة، وعلينا أن نكفل مشاركة ذات معنى وجدوى، وإن ذلك يفترض الاطلاع بمسؤوليتنا في الحماية، وعلينا أن ندرس أسلوب تحقيق ذلك. فنحن لاحظنا في مؤتمرات عالمية دولية أنه يمكننا أن نحقق المزيد ونقطع شوطا أكبر، كما أنه يتعين على منظومة المتحدة أن تنظر إلى أسلوب تموقع نفسها كنموذج. فينبغي أن ندرس أساليبنا وأفعالنا فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا، ونحن نسعى إلى تحسين أدائنا. وبتكليف من الأمين العام نحن نعمل حاليا على تحسين استخدام التكنولوجيا المعلومات بما يخفف من مخاطر الخاصة بحقوق الإنسان في إطار استخدام تكنولوجيا المعلومات. ولا عجب لك إن قلت كبند ثالث بأننا ينبغي أن نتحدث بصوت واحد، وأنا أعتقد أنه ينبغي أن ندخل حقوق الإنسان إلى العملية، وينبغي أن نسهر في ألا نخفف من شأن حقوق الإنسان في تكنولوجيا المعلومات، بل ينبغي أن نسعى إلى استخدام حقوق الإنسان كأداة مفيدة في عملية تحسين انخراط الأمم المتحدة في الميثاق الرقمي العالمي. أتوجه إلى الممثل عن الاتحاد الدولي للاتصالات السيد ستيفن، ما هي مساهمة الاتحاد في هذا الصدد؟ شكرا. سوف أقول بادئ ذي بادئ هو أن نلتزم بالميثاق الرقمي العالمي، إن ذلك يسلم إدراكا لأمين العام الأمم المتحدة لأهمية التكنولوجيا الرقمية في المستقبل وبعدم انخراط أحد على فهمي. إذن بمفرده أهمية وآثار هذا التحول، فإن هذا الميثاق يساعدنا في هذا الصدد. في اتحادنا عملنا على تحقيق التحول الرقمي، واتضح لنا أن التعاون مع الأطراف المعنية أساسي، وعند موائمة خبرات الأمم المتحدة وتجربتها سوف نتمكن من مساعدة الحكومات والمجتمع الأهلي وغيرها على توجيه جهودها نحو عملية التحول. وعليه علينا أن نحدد إطاراً وأن نبنيه بحيث يساعدنا على التعاون داخلياً في الأمم المتحدة وخارجياً مع أطراف الشأن، حتى ننشئ مجتمعات رقمية على الصعيد الدولي، وإن الميثاق يوفر لنا هذا الإطار. نحن ننخرط مع كل الأطراف في اتحادنا، وإن عضويتنا مكونة من أطراف مصالح مختلفة، و نود أن يكون الميثاق كالصمغة الذي يربطنا ببعضنا البعض.
ذكرت مبادرات بعينها مثل مبادرة جيجا مع اليونيسف، ونحن التزمنا بالتعاون، وإنه أسلوب المستقبل وطريق المستقبل، ونحن نتطلع إلى تبادل تجاربنا وخبرتنا لإيجاد حلول وأساليب تسمح للأمم المتحدة اعتماد نهج جماعي. شكراً. شكراً، لأن هذا النهج الجماعي وجد ترجمة عملية له في فريق الخبراء هذا. أنتقل الآن إلى السيد روبرت أوب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يتحدث علينا على الخط، ما هو من وجهة نظرك ما ينبغي أن نقوم به بغية حتى نكون على مستوى هذا الميثاق؟ شكراً، أرجو أنكم تسمعوني الآن. انقطع الصوت لثوان قليلة، أود أن أكد لك أن هذه الثواني كانت ربما أطول بيان أدليت به في هذا اليوم. إن الميثاق الرقمي العالمي هو فرصة لكي نتحد حول المبادئ المشتركة بين مجموعات أصحاب الشأن المختلفين، كما أنها فرصة للأمم المتحدة أن تربط بين العمل النظري والتنفيذ على الأرض. تم التحدث عن الحقوق الرقمية ومعناها على صعيد النظري، ولكن ترجمة كل ذلك على الأرض هو أمر يهتم به البرنامج النمائي، فإن الأمر يتعلق بمضافرة الجهود. إن كل دولة من دول العالم تقوم ببناء بإرساء بناها التحتية الرقمية الآن، وقد تقوم بذلك على أساس المبادئ التي نتحدث عنها، إذا ما حظت بدعم متسق من منظومة الأمم المتحدة، وإما أن ترسي أسس البنى التحتية هذه بأسلوب مختلف تماماً. وبالتالي لا بد من الشراكة، لا بد من تجنب التشتت والتشرذم، لا بد من النهج المتكامل للتوصل إلى تحول رقمي لا يترك أحداً يتخلف عن الركب. شكراً. إنني أثمن الثواني القليلة عندما لا تمنحون سوى دقيقتين من الحديث. أود أن أعود إلى وضع أفريقيا التي تقوم بإرساء أسس البنى التحتية، في حين أنها تعتمد الأنظمة واللوائح في الوقت نفسه. إن ذلك يستدعي دعما مخصصا، وعلى الأمم المتحدة أن تتكيف في هذا الصدد. فإنني أثمن دور البرنامج الإنمائي على الأرض. أتوجه إلى دينو ديلاتشيو من صندوق المعاشات التعاقدية المشتركة لدى الأمم المتحدة. ما هو دور منظمتكم في توريد هذه الخدمات وفي الوفاء بالميثاق الرقمي العالمي؟ شكراً. قد ذكرت عناصر أربعة. قبل كل شيء ينبغي أن نحيي هذا النجاح. نحن تلقينا من الأمين العام جائزة ابتكار واستدامة، وإن ذلك قد سمح لي بأن أترأس الفريق العامل للتحول الرقمي في هيئة مشتركة بين منظمات المتحدة، الشبكة التكنولوجيا الرقمية. وإن هذا الفريق يحدد المؤشرات ويجنبنا الازدواجية ويحدد الممارسات الفضلة. ثالثا، في الأمم المتحدة قواسم مشتركة في تصميم وتنفيذ الحلول، فنحن عملنا مع المركز الأمم المتحدة الدولي للحواسب الكمبيوتر، ولديه إذن مهمة لدعم التكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات على نطاق المنظومة. واليوم نعمل مع كيانات أخرى، المفاضية السامية واليونيسف والبرنامج الإنمائي وجامعة واليونس، ونحن نسعى إلى تحديد هوية رقمية لكل الموظفين في العالم، وإن ذلك واحد من المبادئ الثمانية للميثاق الرقمي.
إذا الاعتراف الرقمي، بناء القدرات الرقمية، الهوية الرقمية، حماية حقوق الإنسان، وتبيان كيف أن الهوية القانونية يمكن الاعتراف بها في العالم الرقمي، وتوفير أساليب الثقة الرقمية مثل من خلال العمليات التي نكون قد اعتمدناها. أعتقد أنها وصفة ممتازة يقول المحاور. أعطي الكلمة الآن لسيدة هيلين مولينيا على الخط، ونرجو أن نستمع إليها من هيئة الأمم المتحدة على الخط. Thank you. One of our priority for the Global Digital Compact is to foster multi-stakeholder collaboration. And what we أحد أولوياتنا هو تعزيز التعاون، وقمنا بإطلاق مبادرة في الجمعية العامة في شهر سبتمبر أيلول المنصرم، ونطلب من الشركاء أن يضعوا التوازن الجنسي في قلب الأجندات الخاصة بهم. ولدينا العديد من الرسائل المتعلقة بالعملية والسياق، ويحدونا الأمل أنه سيتم اعتمادهما، وأن يكون هناك نهج للتنمية بالنسبة للنساء والمجموعات المهمشة. ما نراه هو أنه من المهم بمكان للجمع بين الأشخاص، ولدينا أكثر من 50 هيئة يعملون سويا ويحضرون التقرير الخاص بالمفاوضات، وهو يركز على تطوير التقرير. ونأمل أن هذا النوع من الوثائق سيكون ذو فائدة عظيمة. وصوت المتحدثة غير واضح، ولا يتوفر النص لدى المترجمين الفوريين ما يتعذر معه الترجمة بشكل دقيق. يجب أن نتأكد من أننا سنجمع بين الأشخاص، وأن نعمل على المناصرة لأجل هذا الموضوع، وأن نكون طرفاً في المشاورات المفتوحة التي تم إطلاقها، وأن نتقدم بالمدخلات الخاصة بالمنصة، وأن يكون لدينا مشاركة فعالة ونشطة. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً السيدة مولينيا. لقد كنا سعداء بالاستماع لكافة المتحدثين، وكما وبصفتي المؤثر سأتقدم ببعض الملاحظات الاختتامية، وسأحترم الوقت المكرس. وهذه الهيئة من المتحدثين كانت تتحدث عن التحديات التي يجب أن نضعها أمام أنفسنا للبناء على ما تم، وأن نكرر الأمثلة الناجحة، وأن نضمن أننا نحدث أثراً على الأرض. وبالنسبة لبعض الحالات نحتاج إلى أن نكون متصلين بشكل أكثر مباشرة لاحتياجات أصحاب المصلحة، ويجب أن نتأكد من أن هناك عمل محدد بسياقات خاصة. وهنا يجب أن نركز على نوع السياسات ذات الصلة بهذه الاحتياجات، احتياجات الدول، ولكن يجب أن يتناول أيضا عالمية بعض المبادئ بما في ذلك حقوق الإنسان. وهناك إصرار منا جميعا كي نجعل من الميثاق الرقمي العالمي أداة للإسراع لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكي يسمح لنا بالعودة مرة أخرى إلى المسار الصحيح. وإن ذلك يمثل نوع من الرمزية لإجراء هذا الحوار، وأن نتقدم بهذه التحديات لنا داخل أديس أبابا في قلب أفريقيا. وإذا نقر بأننا إذا ما أمكننا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإننا نحول اقتصاد أفريقيا، وأن نتحول من عملية استغلال الموارد، ولكن نتحول إلى الأثر التحولي من خلال التحول الرقمي. أشكر كافة المتحدثين، وقال لي الجميع أنه من غير المستحيل أن نجعل 12 متحدث من الأمم المتحدة أن يلتزم بالوقت. لقد التزمنا بالوقت المخصص لنا. أشكر المتحدثين، لقد اطلعتم بعمل رائع، وأشكر كافة المستمعين في القاعة. لكم جزيل الشكر. يقول المتحدث باللغة الفرنسية، وسنلتقط صورة تذكارية الآن.
Thank you.